هنا لا خالد يعني عديت اهو ده بقى اللي هيبقى ان شاء الله سنرى بإذن الله عظمة ابن أسوان على تحويل هذه الشركة إلى صرح ناجح عظيم يخدم مصر واقتصادها، ينمي أسوان بل والصعيد بأجمعه. دعوني أعترف لكم أنني عندما زرت هذا المصنع وفي هذه القاعة بالتحديد منذ عدة أشهر، لأن قيل لي أن عددا من العمال لهم مطالب ومطالب فئوية، وكنت بمحض الصدفة في أسوان في زيارة اجتماعية، حضرت على التو ولم أكن وزيرا للاستثمار ولم تكن قيمة تابعة لي أو ضمن اختصاصاتي، واستمعت إلى مطالب عمال قيمة، انبهرت لأن مطلبهم الأول كان إقامة هذا المشروع. مطلبهم الأول قبل أي مطالب فئوية كان الحفاظ